اهلا بكم من جديد. بيشاركني في هذه الفقره نجومنا اجواء افريقيه ايه كابتن عبد الجليل؟ حلوه. لا ورمضان ماشي مع الاغنيه نمبر 1. لا هو شبه برضه محمد رمضان يعني يدي افريقي يعني اسمراني والدم الافريقي يعني اللون الافريقي والدم اللي في مصر الافريقي الحلو. لا يا لان حلو هو شرفنا المره دي بجد يعني. الاجواء بتبقى حلوه في افريقيا في الايفنتات دي في البطولات دي كابتن. كمان الافارقه طيبين قوي يعني ناسها يعني شوف على ايامنا زمان كمان كانت برضو الحياه صعبه شويه يعني دلوقتي الملاعب بقت حلوه والاجواء حلوه والتصوير والشغل وفنادق وفنادق لا احنا زمان يا كابتن الامور اختلفت وحتى السفر انت بتسافر بطياره خاصه دلوقتي احنا زمان كنا بنترمي في 30 مطار بس كان لازم تنزلوا اثيوبيا لو انتوا رايحين السودان تنزلوا اثيوبيا كان الاول كينيا برافو عليك كينيا واثيوبيا لازم كان الاول كينيا نيروبي دلوقتي اثيوبيا بقى لها حوالي 10 سنين واخده الميدل لازم الترانزيت لازم ترانزيت عندهم مش كده وارخص مطار في العالم اللي هو اثيوبيا هو في حاجه اصلا بتشتريها لا في في بتشتري منه كنت انا مع في الكونغو مع برفانات شوكولاتات بتاع برافو عليك بس رخيصه يعني ارخص من مصر كتير وارخص من اوروبا بكتير وانا هو ليه اعرف بقى عيد برضه عشان الحاجات دي بتروح اثيوبيا انا كنت بروح على طول ترانزيت برضه مع كنت بتشتري من مطار الزمالك ومنتخب كنا بنجيب شاي من اثيوبيا من المطار من كينيا في براند معين وكينيا كنا كينيا هو الشاي بتاع كينيا كان بيبقى موجود في مطار اثيوبيا وكنا بنجيبه الاخضر الاسعار حلوه طبعا عند الوقت كتير يعني كنت بتحمل من المطار يعني لا مش قوي يعني بس دلوقتي بقاش في بقى ترانزيت الطياره دي دايركت بقى دي خاصه دلوقتي راحه للعيبه وكل حاجه بس هي الاجواء نفسها هي اللي متعه اجواء انا بسمع يعني انت بتقول لي في 2010 انجولا كانت تنظيم حلو شباب بالك ده احنا 2024 انا بقول لك ايه كان عالمي التنظيم عالمي في انجولا ملاعب طب تخيل فات 14 سنه ومعمول بنيه تحتيه واخر بطوله المنتخب حصل عليها كنا قاعدين في الملعب بتاعنا الميزه ان احنا كنا اول المجموعه فهتفضل تلعب لحد قبل النهائي على ملعبك الجمهور بقى خد عليك وخلاص عايش معاك الجمهور بتاع البلد اللي انت فيها الفندق بتاعك كل حاجه انت قاعد في الفندق من اول يوم لحد قبل ماتش النهائي بيفرق يومين بيفرق كتير واجواء وانت قاعد مستريح وحتى كلها موجوده وتمرينك معمول في ملعب اوروبي الملاعب بتاع التدريب برضو حلوه جدا وكل حاجه كويسه وانت مسافر معاك بقى الشيف بتاعك كمان معاك في الفندق بالاكل وشرب وكل حاجه دي يعني مهمة دلوقتي دي. الموضوع كمان اختلف كتير جدا امكانيات بقت اعلى بكتير هي الاجواء كمان والاغنيه تحسسك عايز اروح العب دلوقتي يا راجل والله يعني تفتكروا الايام دي طبعا بليغ دخلت المود معانا في الاغنيه بيفتكر برضه بس انت هتشجع بقى كوت ديفوار مع منتخب مصر ولا هتشجع جنوب افريقيا زي الجمهور النهارده على السوشيال ميديا عامل ملحمه لجنوب افريقيا متصدره النهارده طبعا بيرسي تاو وسان داونز والناس النهارده كلها ربطت يعني الحدث اقول لك احنا نعمل ايه لجنوب افريقيا هنشجع كل جنوب افريقيا بس قال مش هنزعل لا بس عشان البطوله الاول يعني اجواء البطوله ف شفت الجمهور المصري طبعا النهارده الاستقرار طبعا بيعلن تقديره بيعبر عن طبعا دولة جنوب افريقيا النهارده كل النهارده يعني محكمة العدل الدولية النهارده مين يقعد قدام محكمة العدل في لاهاي ويقعد يتابع التلفزيونات كلها النهارده الناس كلها جايبه على المحاكمة وبتتكلم لا بس شفت خفة دم المصريين طبعا طبعا التعبير عن ان انت النهارده خلاص احنا هنشجع لا ولا كان عايزين الفانيلات بتاعتهم تتباع طبعا هنشجع ترى سان داونز ولا اسمه بايرتس ده اسمه النادي بتاعهم اورلاندو بعدين يهزروا واللي هيكلم بيرستاو بعد كده مش هنسيبه شيء يعني شيء بصراحه يعني حاجه رائعه انت هتشجع جنوب افريقيا برضو معانا طبعا النهارده كل الناس طب معاكم انا هشجع جنوب افريقيا مع منتخب مصر معاك مصر جنوب افريقيا وبعدين المغرب والجزائر دول العربيه طبعا صح طب انما الاجواء حلوه واضح طبعا من طبعا الفيدباك اللي جاي لك انت بقى كصحفي راجل قاعد في احنا بنتواصل معانا الاخبار في المصري اليوم بيجي لك اكيد اخبار وتفاعلات مع بعثة مصر الانطباع ايه جاي لك والله بص انا اقول لك حاجه بس مثلا في 2000 في البطوله اللي فاتت خسرت اول ماتش من نيجيريا ووصلت فاينل ووصلت فاينل بس انت يعني تعذبت وانت بتلعب مين كوت ديفوار المغرب لا وضغطت ثاني ماتشين كل الماتشات وانقسمنا هنا في الميديا لولا صلاح طلع عمل التصريح الشهير لو تفتكر طبعا فهو الافضل له كابتن جيري انه يكسب الماتش بتاع موزمبيق مستريح يبقى مسج ضخمه جدا طبعا صوره بينقلها للفرق كلها وهو كمان بيطمن على فرقته ما هو فرقتي لما اول ماتش
فول تيم وكله بيأدي وكله فايق انا بستريح بعد كده. تبني على كده. انا فاكر بس هي برضو ملهاش مقاييس لان انا فاكر في 86 خسرنا من السنغال اول ماتش بوكاندي. اول ماتش بوكاندي فاكر 1-0 وخدنا البطوله. ماتش بس برضو 98 كسبنا اول ماتش. كسبنا اول ماتش كان موزمبيق برضو اعتقد. موزمبيق و 2006 كسبنا اول ماتش خدنا حمايده و 2008 كسبنا كامل اول ماتش. خد بالك و 2010 كسبنا اول ماتش. طب و 86 موزمبيق كانت معانا لما طاهر ابو زيد جاب جونين فيهم. فاكر برضه موزمبيق كانت معانا كان في المجموعه برضه. فدي مؤشرات حلوه. وبعدين موزمبيق كانوا معانا في 2010 برضه في المجموعه كسبناهم 2-0 فده مؤشر حلو. موزمبيق من الفرق اللي هي اللي في وسط الجدول يعني زي ما بنقولها يعني سهل تشتغل عليها سهل تكسبها سهل الفرقه تفوق عليها بس في نفس الوقت كل شيء قابل للمفاجاه. لازم تبقى مركز لازم تبقى واخد الموضوع جد لازم تبقى يعني مفيش فرقه ضعيفه دلوقتي في افريقيا كابتن. حتى كاب فيردي حتى تنزانيا جامبيا دخل الدور الثمانيه البطوله اللي فاتت فالفرق دي تقلق منها. انا ما قلقش من المغرب مثلا لان انا عارف ان اللعيبه بتبقى نازله مركزه 100% عكس الفرق الضعيفه شويه. يعني انا النهارده واحد يتكلم معايا قال انا ما بقلقش غير من الفرق الصغيره. ليه يا عم؟ لا الفرق الكبيره احنا بنعمل لها حساب بس الصغيره دي ممكن هي النقطه من هنا دي فعلا. انا انت بيقفل لك يعني انت تلعب ماتش كبير ماتش مفتوح احسن لك انك عندك مفاتيح وعندك لعيبه مهاريه وعندك سرعات. ايه اكتر حاجه لفتت نظرك في التغطيه اللي بتعملها يعني في الاجواء هناك او مع بعثة منتخب مصر؟ ايه اكتر حاجه وقفت قدامها ويعني وحسيت ان ده مؤشر ايجابي بالنسبه لنا؟ كل الكلام عن بصراحه عن ايجابيه صلاح في المعسكر ده. يعني المره دي اكتر كلام عن ان هو يعني صلاح لا المره دي بالذات يعني تحس ان هو يعني المره دي مش هو بيتعامل على نفسه او صلاح اللي هو كفرد، لا المره دي صلاح كقائد موجود مع المجموعه وكلامه على طول ايجابي واحنا هنكسب وهنعمل ومتواجد مع اللعيبه في كل مكان. يعني صلاح المره دي مش لعيب بس داخل الملعب، لا كمان يعني مش هقول مدير فني لكن يعني قائد فعلا. المره دي صلاح يعني صلاح المره دي الناس حتى كل الناس اللي موجوده اللي تواصلنا مع الاجهزه او الدارين او اي حاجه الناس اللي بتتكلم او حتى لو لعيب، لا صلاح المره دي تحس انه بيقول لك لا دي بطولتي. يعني انا صلاح لا دي بطولتي المره دي مش هسيبها. هو جاي يعني مش هيفرط فيها. مش احنا مش هنسيبها يعني المره دي غير اي بطوله. يعني المره دي انه تحس انه صلاح المره دي هدف يعني هدف غير يعني لو تفتكر قبل كده ما بيبقاش مركز مع المنتخب، لا المره دي من بعد تصريحاته في اخر ماتش لعبه مع نيوكاسل المره دي صلاح مركز جامد. طبعا الناس اللعيبه كلها مقدره الحاله المعنويه اللي كانت مرتفعه اللي موجوده وزياره السيد الرئيس والملعب والتدريب. حتى الان يبقى انه الناس بس بتتسائل اللي هي في اللعيبه برضو حتى الان السوشيال ميديا هم خلاص طبعا سافروا هنا شافوا الماتش ما فيش. حتى الان اللعيبه مش عارفش لسه اللي هو بالسوشيال ميديا التفاعل اللي هو ورا المنتخب بس التفاعل يعني بقول لك بيزيد مع انطلاقه المباراه مع اول فوز هم عندهم عارفين هو فكره ان هو زي المستوى التفاعل عامل زي المستوى طبعا التدرج هم زي كده عشان يعني هم بيبحثوا عن ضربه البدايه السعيده. لاول حاجه انت طبعا ما ينفعش هتفرق جدا جماهيريا في اي نقطه لان انت لسه الماتش اللي جاي هو الماستر بتاع المجموعه هو ماتش غانا. فانت عشان تبقى اللي هو اول المجموعه هو الماتش اللي جاي فانت ما تنفعش تفرط في النقطه دي. الحاجه الثانيه ان احنا بنقول يعني هم برضك هناك من باب التفاؤل لك وش السعد موزمبيق يعني احنا ثلاث بطولات لعبناها في دور المجموعات وكسبنا ثلاث بطولات فاقول لك هي احنا 86 و98 و2010 2010 و2010 كمان. طب كابتن احمد عيد يعني قول لي احنا ساعات ما بنبقاش اجهز بالناس يعني احنا ما بنبقاش يعني احنا في ناس بتبقى افضل مننا. يعني انا فاكر 2008 كان كوت ديفوار افضل مننا والكاميرون 2006 و2006 كنت ديفوار احنا مطلعين مطلعين الكاميرون كنت ديفوار والمغرب والكاميرون خد بالك ده المغرب هناك في الميديا بيقول لك يا ريت ما نقابلش منتخب مصر. ده اخر ماتشين قابلت فيهم المغرب كاس وطلعتهم 17 و22 المغرب انا اقول لك منتخب المصري يعني ممكن ما يكونش امكانياته الفنيه لكن يملك القدره عليه انه يكسب البطوله. ازاي انتوا كلاعيبه بتعوضوا يعني بنقول الحماس والاصرار ماشي كل ده رائع وساعات انتوا كنتوا بتقعدوا تريقوا هنخسر بكره كام صح؟ كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات في الموضوع ده. ازاي بتعوضوا الفرق ده؟ يعني ازاي بتجيبوا نفسكم وتوصلوا للمرحله اللي بتكسبوا بيها اي حد كلاعيبه؟ ما انا قلت لك هو الموضوع بيبقى تدرج في البطوله. انت حالتك المعنويه وحالتك النفسيه في الماتشات نفسها انت اصلا عموما لو جبت الماتشات الكبيره في تاريخ المنتخبات المصريه كلها كل المنتخبات بيذكرنا محمد حسن اهو ب 2010
هتلاقي المنتخبات كلها في الفتره ديت في الماتشات الكبيره بتلاقي في حاله تاني موجوده النهارده، بتلعب دروجبا او صامويل ايتو او كولو توري او يا توري او الناس اسماء يعني ضخمه، اسماء كبيره جدا، فانت بتبقى نازل في حاله تركيز كبيره جدا وعارف ان واحنا زي ما قلنا احنا التجمعات والمنتخبات، المنتخب لما بيتجمع تجمع كبير او بيبقى تجمع مقفول، الحاله النفسيه او الحاله المعنويه بتزيد عند اللعيبه وبتعوض الفروقات. انا شايف هي صغيره في حته اللي انت فنيا او انت مهريا انت بيبقى عندك امكانيات، لكن بتعوض حته التزامك في معسكرك، اكلك شربك نظامك نومك، الحاجات دي كلها بتفرق كتير جدا في الاحتكاك في الماتش نفسه، اللعب في الماتش نفسه. معنويا كمان انت بطل البطوله 7 مرات وملك افريقيا، الحاجات دي كلها بتاخد منهم. انا يمكن حكيت موقف قبل كده ان صامويل ايتو كان مشدود عشان يغيروا الشراب، هو مشدود ازاي انا اغير الشراب او المنتخب بتاعنا يغير الشراب، المنتخب ده كان في انجولا وكان السبب فيه اللي احنا كنا مشدود منك من منتخب مصر ولسه كسبانه في البطوله اللي قبليها في الافتتاح وفي النهائي وفي 2010 رحت مخرجه في دور الثمانية. فهو الموضوع هو جاي لك نفسيا خسران، فدي اللي بنلعب عليها او اللعيبه بتلعب عليها ولازم اي جهاز فني يلعب عليها. انت عندك ارث كبير جدا في المنتخب تاريخ. عنده ارث كبير جدا وتاريخ كبير جدا في افريقيا، فلازم اللعيبه تبقى عارفه الحته ديت وتلعب عليها معنوي، والجهاز الفني لازم يوصل للعيبه الحته ديت بشكل كبير. وانت عندك لعيبه اسامي كبيره جدا، انا شايف الجيل ده خصوصا الجيل في الفتره ديت هم خلاص استووا على الاخر، لعبوا كل حاجه، وصل كاس عالم ولعب 2 فاينل وبيلعب وبقى لهم فتره كبيره مع بعض. وانا شايف زي ما قلت لك الفتره اللي فاتت في اخر 5 سنين اكتر فتره الفرقه ديت متكامله او المنتخب ده متكامل، عندك المراكز كلها، عندك فيه لعيبه وعندك تغييرات. لسه بتكلم انا والكابتن عبد الجليل 4 5 لعيبه من بره لو حطيتهم زيهم زي اللعيبه الاساسيه هتطلع النهارده مش عارف امام، هتدخل زيزو، هتطلع تريزيجيه، هتحط مرموش، صلاح لو لعب فيرود هتحط مصطفى فتحي من ناحيه اليمين، هتحط زيزو ناحيه اليمين، يعني انت حتى في الباك رايت حتى في السيرد باك. انا الموضوع موضوع بالنسبه للفرقه طيب. كابتن احمد عيد جرجرنا للتشكيل يعني الماتش الحد الساعه 7 يعني خلاص، يعني الماتش اللي جاي يوم الحد الحلقه الجايه احنا هنطلع ونكون كسبانين باذن الله فهو جرجرنا كابتن احمد عيد للتشكيل. ايه وجهه نظرك ايه في تشكيله منتخب مصر المثاليه من خلال بقى متابعتك من اول ما فيتوريا اعلن الاسماء لغايه ما انت متابع المعسكر النهارده؟ تعال نتناقش كلنا في التشكيل من وجهه نظرنا الامثل والايجابيات والسلبيات والكلام ده، والتغيير ممكن يبقى فين. صح، اتفضل يا كابتن. احنا تعرف ان في حوالي 14 لعيب دول اللي هيشاركوا في او 15 دول ان شاء الله اللي هيبقوا هم الفول تيم بتاع المنتخب. لو طبعا الشناوي، بص في 4 اماكن يا كابتن ما فيهمش منافسه، الشناوي حجازي ومنعم وصلاح. الاربع اماكن دولت شناوي حجازي منعم صلاح دولت اللي هم الفروقات بعيده شويه. الباقي كله دول الاربعه الوحيدين في رايك اللي ضامنين ان هم موجودين ما فيهاش هزار لان الفرق بينه وبين اللي بيلعب مكانه لا حته بعيده شويه. الباقي كله يا كابتن انا ما عنديش مشكله دلوقتي في نص الملعب. عندي مني عندي حمدي فتحي، حمدي، عندك امام، عندي امام، مروان، عندي زيزو، عندي مروان، ادي الخمسه دول ومعاهم مهند بقى ومعاهم مهند محمود حماد بس على الاقل الخمسه دول هتاخد منهم 3 في نص الملعب. لا قول لي انت تجيليش انا هقول لك الثلاثه اللي في حمدي فتحي بقى موجود هو قلنا في 5 في خمسة إمام وحمدي ومروان والنني وزيزو دول اللي هم هتاخد منهم 3 وفي 2 هيبقوا بودة لو هينزلوا. أنا في نظري اللي في البداية اللي هو لعب بهم الماتش اللي فات اللي بدأ ولا اللي ختم؟ ما هو بدأ وختم. لا اللي بدأ اللي هو الماتش اللي فات كان ما بدأ بمروان وبدأ بالنني وإمام هم أنا في نظري إن دي هيبدأ كده؟ يعني هذا النقطة هيختلفوا معاك فيها بس ما انا كم. فاهم بس هو هقول لك على حاجه يعني هو النني ومروان انا متاكد ان الاثنين دول واخدين اللعبه ما بين امام النني ومروان انت متاكد
اوكي ده خد بالك اصل النني يا كابتن مش بيلعب سته دلوقتي. النني حتى الشوط التاني بتلاقيه بيقابل من فوق كانه بيلعب رقم 10 بس متاخر شوط عشان يضغط على المساك اللي طالع ما يحضروش حد من فوق. ودايما فيتوريا بيعملها في اخر الماتش بيخلي النني يضغط من فوق عشان يقل الضغط علينا، فهو بيعتمد على الحته دي. حته امام او زيزو انا رايي اي حد فيهم هيبتدي الاثنين مكسب. الثلاثه اللي قدام ما فهمش كلام، صلاح ومصطفى وتريزيجيه. لو دخلت صلاح لجوه ممكن يبقى زيزو لدور الشوط الثاني لو ما ابتداش. لو نزلت مرموش تريزيجيه ممكن يبقى لدور الشوط الثاني. يعني الحمد لله في عندك 14 15 لعيب مش هتخرج التشكيله منهم. التشكيله الانسب هي ممكن كل ماتش عندك الباكين اللي على الطرف. انا شايف ان فتوح اللي هيبتدي وشايف ان محمد هاني اللي هيبتدي. ليه يا احمد؟ انا الطرفين دول يا احمد فتوح وهاني مش فتوح مش محمد هاني؟ لا فتوح فتوح اللي يبدا. تمام انا وجهه خلاص يبقى انت بتتكلم كده ان في الشناوي منعم وحجازي هاني يمين فتوح شمال. القلب انت بتقول مروان والنني وتالتهم امام قدام صلاح مصطفى تريزيجي. التشكيل اللي فات دي تشكيلتك انت خش الشناوي والشناوي جول ومحمد هاني. طب انت مختلف مع كابتن عبد الجليل في التشكيله؟ انت عارف تشكيلتي. قلت نص الملعب بس كابتن عيد هيختلف معاك نص الملعب والباك ليفت. اتفضل باك ليفت محمد حمدي واكتر واحد لعب مع الراجل لسه برضه. ايوه انا بقول لك يا محمد حمدي لسه مصر برضه مصر طبعا. هو خلي بالك هو ما راحش امم افريقيا لما جدد مع الزمالك زي ما قلت لك. قلت مش هيروح خالص. لا انا قلت مش هيروح الا ما يجدد. لا انت قلت مش هيروح عشان ليه؟ وخلي بالك دي كانت اتفاقيه عشان ما بيلعبش. دي كانت اتفاقيه عشان ما بيلعبش. ايوه طب هو مش هيلعب عشان ما بيلعبش يعني هو ما بيلعبش. هو دلوقتي مش هيلعب. انت خلاص حطه في التشكيل يعني بتاعك زي ما انت عايز. انت حطه في التشكيل بتاعك زي ما انت عايز. انا بقول لك قلت ان هو مش هيروح خالص معلومتك. انا قلت لك مش هيروح الا ما يحل مشكلته مع نادي الزمالك ويجدد. ونادي الزمالك مش هيعفو عنه الا ما يجدد عقده. وهو ده اللي حصل. خلاص الراجل ركب الطياره بالسلامه. انا بقول لك محمد حمدي باك ليفت هم التشكيل زي ما هو محمد هاني باك رايت والاثنين سيرد باكات حجازي وعبد المنعم. محمد حمدي باك ليفت وفي نص الملعب النني وحمدي فتحي وزيزو الثلاثه اللي في نص الملعب اللي الراجل بيلعب بيهم برده بفتره كبيره ومفيش ماتش بقاله مثلا 12 13 ماتش زيزو بدا منهم 7 8 في نص الملعب وقدام فتوح قدام صلاح ومصطفى وتريزيجيه. مصطفى وتريزيجيه ده هو التشكيل اللي الراجل في نص الملعب والباك ليفت والباك ليفت. استاذ بليغ متفق مع مين في الاثنين؟ هو يعني انا طبعا خلي بال حضرتك ازاي يعني هو المره دي الافضل من وجهه نظري يعني ان انت عندك بدايل ان هو يقدر يستغل هو المدير الفني عنده لو حصل لا قدر الله حاجه في الشوط الثاني او حاجه يقدر عنده اوراق رابحه تقدر تغير. قول لي بس التشكيل من وجهه نظرك اللي يبدا بيه. ما في بدايل طبعا الشناوي وحجازي وعبد المنعم فتوح هاني عاشور النني مروان وتريزيجيه ومصطفى وصلاح. يبقى بليغ معاك زي بس انا شايف بالزبط. حاجه انه في فرصه لعمر كمال ان هو المره دي ان هو ممكن يرجع على الاهلي اساسي لو خد فرصته ولعب ممكن يرجع على الاهلي على هاني ويلعب اساس لو خد فرصه. دخل الاهلي دلوقتي انا بقول لك لو شارك من دلوقتي هيضمن مكان ثابت في المنتخب الاهلي. انا بقول منتخب مصر فرصه يلعب اساسي تعلقه هو الراجل هيرجعه يعني هيجهزه للاهلي مثلا. لا انا بقول لك لا لا بليغ عايز المنتخب يرجع هاني خلصان. انا بقول لك يعني لو لعب وتالق وظهر في البطوله دي لا مش هيكمل المنتخب ومش هيبقى كمان وهيرجع اساسي على طب ما ممكن يتالق وهاني برضه يتالق ولازم واحد بس اللي يتالق ولازم ممكن اثنين يتالقوا عادي. ما البطوله اللي فاتت اكرم تالق وفي الناحية وعمر تالق. طب انت نظرك ان فتوح هيلعب ليه؟ عشان انت قلت مش هيلعب فانا مصر ان هو يلعب. شفت انا جبت لك ازاي؟ خلي بالك قصدك انت بقى خالد تعرف. لا قصدك انت بقى ده انت بس خد بالك احترم صراحته. اصل هو دلوقتي بس احترم صراحته. اقدر الصراحه خلي بالك راجل بيطلع كدب الحاجات اللي هتكتبها. لا يا بيبي خد بالك يا عيد احنا عندنا حلقه لحد عادي عندنا اصل الكلام ده كله ما بيتنسيش. فتوح راجل بيزيد وراجل عنده يعني في الماتش ده ما لعبش فتوح في ماتش زي ده مين هيلعب؟ يعني ده بالذات الماتش ده محتاج يعني هو هيلعب فتوح عشان يزيد. طب ما هو لعب الماتش اللي فات. ما انا بقول لك يعني فتوح المره دي عنده راجل صعاد وعنده تحرك. احنا كنا الماتش ده محتاج يا عم انا ما بقطعش اسمع بقى تشكيل استاذ محمد انا ما بقطعش في فتوح
دلوقتي هو هيلاعب فتوح عشان بيزيد ولا عشان مش ولا عشان طب انا هقول لك طب انا هقول لك رايي لا عشانك عشان هو هيكلم فيكتوريا ويقول انا اعيد حمدي فلاس ده فتوح عشان ما اجيبش وبالي خد بالك عشان ما اجيبش الخروف دي تايلر ومصر ما اجيبش الخروف وخد بالك فيكتوريا اكيل لو قال له هجيب الخروف انا بقى بميل لعيد وليه وجهه نظر بص هو ده التشكيل الاقرب له وفق زي ما لقيت كده في الماتشات الاخيره فهو يبدا بيه بمين بقى بنفس التشكيل اللي قاله عيد ده اللي هو نص الملعب النني وزيزو اجمد كابتن عبد الجليل ما اتغيرش اجمد وحمدي هل هو حمدي فتحي يعني وان محمد حمدي ناحيه الليفت لكن هيدي انا في رايي هيدي فرصه لفتوح في الشوط الثاني يعني هيبدا بمحمد هيبدا بتشكيلته لكن هيبقى هوم تارجت حتى لو مش محتاج التغيير لكن هيدي الفتوح فرصه في شوط تاني يجهزه لما هو قادم لانه هيقابل منتخبات كبيره يحتاج فيها فتوح من وجهه نظري لكن التشكيله دي عشان يشوف هو ده السيستم بتاعه هل هيكمل بيه في ماتش زي موزمبيق يعرف يشوف ده هل هيكمل بيه هل يحتاج تغييره يعني هل مثلا نص الملعب ده قدام موزمبيق محتاج زيزو هيأدي دوره تمام حمدي فتحي هو ده التشكيل الاقرب له ده رايي نقطه تاني ان هو قدام موزمبيق يقدر بقلب جامد ويشوف وهيكمل بيه ولا ممكن يعمل تغييره بس مبنيه على الماتش واحداث الماتش نقطه تاني بس الراجل غير شكل اللعب في ماتشات قبل كده عشان وجود زيزو في نص الملعب وادى زيزو 4 4 2 4 2 4 4 دخل صلاح خلاص تحت راس الحرب لو انا قالها 4 2 4 دي فهو اقرب اثنين حمدي وزيزو حمدي والنني الاثنين في نص الملعب الاثنين عشان الطريقه اللي انت بتقولها أيوه. لما بتتغير برده ما دي وجهه نظر انت برده بتيجي احيانا عايز تضغط فبتنقل زيزو وينج رايت تدخل صلاح تدخل صلاح تحت مصطفى وجنب مصطفى اخر ماتش عملها الشوط الثاني عملها وتخلي حمدي والنني هم على على الدايره وليهم برده نفس الحراك بتقوله كده ان النني بيزيد وان حمدي بيزيد فواحد يثبت والتاني يزيد الاثنين عندهم القدره دي خد بالك بس عندهم التزام دفاع اكبر انما انا في رايي هيتجرى في ماتش موزمبيق اللي انت بتقوله يا كابتن في رايي ويشوف هيكمل كده ولا لا ما. بس هو مؤكد هيدي فتوح فرصه في الماتش ده مليار في الميه حتى لو مش محتاجه عارف لو حمدي رفع 30 كروس وجاب 30 جون برضه هيدي فتوح فرصه فتوح فتوح بالذات مرموش زيزو او امام امام اصل مرموش جاهز انا بكلمك اصل مرموش وامام مروان رابع مروان رابع كل دول هياخدوا فرص بس بص كل اللي انت بتقوله دول جاهزين فتوح الوحيد اللي مش جاهز انا ليه بقول لك مصطفى شويه برضه انا ليه بقول لك فتوح يا كابتن لان دول الوحيد لسه اللي مش جاهز يجهزه كل دول جاهزين يلعب او ما يلعبش دول جاهزين رايحين المنتخب كلهم فت الا فتوح محتاج يجهز وعلي جبر فاحنا كده خلاص انا وعيد اتفقنا وعلي جبر وعلي لو محتاج طبعا وياسر لازم محتاج نظبط سيرت باك منهم مع الماتش اللي موجودين فات حط علي لازم انا وجهه نظر ياسر بس ياسر كان راجع من اصابه ما كانش لسه ياسر كان ياسر لسه راجع هيلعب اثنين برضك متوسط عمرهم كبير لو لعب دي مش بطوله متوسط عمرهم بمين انا بقول لك لو مثلا بدا بعلي عايز اقول لك على حاجه هو كان مطلع حجازي ومنزل علي بس حصل ايوه حصل في الماتش ان حد ان عمر كمان اصاب اللي انت بتقوله منزله خط نص قوي مفيش هزار واللي هو عايز يعمله عشان ينقل الطريقه لما يحتاج ده برده الفكره يعني دي تمشي ودي تمشي بس هو ميال اقصد للتشكيله دي يعني هو ميال بطبيعته للتشكيله زيزو بقى له 10 ماتشات بيلعب معاه نفس المكان بقول لك يا زيزو يعني حتى تعرف اول ماتش لما عملنا حساب اول ماتش يلعبوا مع الراجل لما عملنا حساب امبارح بمناسبه عيد ميلاده اقول له حسام طيب 28 سنه زيزو والله بسم الله ما شاء الله كل سنه طيب عملنا حساب امبارح ما احناش نشبع منه في الزمالك بيكبر اهو عايزينه يعني العمر يقف شويه يا بيه خلاص 28 سنه ايه لا مش هنبيعه هنبيعه ليه و28 سنه كبير دخلنا في البيع والشراء هو لعيبه الزمالك بس اللي بتتباع مع ان الاهلي اللي بياخد البطولات كلها ولعبت الزمالك اللي تتباع الاهلي بياخد بطولات الدنيا والعروض تيجي لعبت الزمالك بقول لك ايه قال لك بمسعود صليب في اتحاد جده هياخده فتوح ما اعرفش مين والزمالك خسران السنه دي كل حاجه بتوع ما بيلعبش اصلا ما بيلعبش تصدق بس زيزو ما يعني زيزو لا السوشيال ميديا حلو برضه كابتن احمد بالراحه ما تفتحش صدرك يقصد بالراحه في ملف خد المسج برضه هيمشي يعني دلوقتي مش هقول لك هيمشي بس بالراحه في ملف زيزو ما هو انت بتقول لي هيمشي انا ما قلتش هيمشي بس بقولك بالراحه شويه في ملف زيزو افتحه بس مش قوي لا وايه المشكله خلاص طالما هو عندي في النادي وبيدي لي هقف معاه برضه هو الراجل ولا ما قصرش في اي حاجه كل بيكبر 28 سنه ايوه مش عايزه في علم الكوره
لا في علوم الكوره دلوقتي صحيح يعني نوعيه زيزو اللاعب المحافظ المستقر اللي هو ملتزم هو دلوقتي في عز نوعيه زيزو دي يلعب لغايه 35 سنه مستريح انا عاوزه يبقى موجود وعايزه لا نوعيه كمان زيزو الملتزم عايزه يبقى الهداف التاريخي للزمالك جاب 73 جول في 5 سنين والله ما شاء الله مش راس حربه يعني هو قرب من الكابتن عبد الحليم نوعيه طبعا حليم نوعيه زيزو دي يا كابتن الملتزمه قوي دي عمرها في الملاعب ربنا يديله العمر يا رب يطول زي عبد الله نوعيه زيزو دي حلوه بتاعت والله شبه اللي هي ايه؟ زيزو نوعيه زيزو دي اصل كوبري شبه الاهلي هو بيقول لك عاوز كوبري الكابتن عبد بيفكر في كوبري قبل ما عشان نحجز في الفاصل نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع طب والله هعمله كباري بس ما بعملش حاجه تاني احنا ممكن نتوقع سير المباراه بتاع موزمبيق يعني هو كل مدرب بيرسم برضه شكل للمباراه يعني هنبدا دايسين من اول دقيقه هم طبعا هيقفلوا من اول دقيقه هيلعبوا زون ديفنس علينا هنخترق ده ازاي ممكن نتوقع سير المباراه هو سير المباراه متوقع نفس الشكل اللي لعبنا بيه الماتش الودي نفس المستوى اللي هو منتخب مصر هيبدا يحضر من تحت ومنتخب موزمبيق هيلعب زون ديفنس بيلعب على المرتدات هو ده الشكل الطبيعي اللي هيحصل منتخب مصر هيضغط من بدري كل اللخبطه ديت بجول جول هيفك الطلاسم كلها والماتشات الرخمه ديت انت لو مركز في الاول في ضربه ثابته في مش حتى اول ربع ساعه مفتوح وجبت جول الماتش هيسهل الجون البدري ده هيسهل لك البطوله كلها انت ممكن ماتش زي ده عقرب منك الامور ما تمشيش بشكل كويس النتائج في الماتشات التانية ما تساعدكش اما تلعب تطلع تاني مجموعة بتلعب ليفل اعلى تاني مثلا مع ماتش غانا ولا حاجة وبرضو زي البطولة اللي فاتت الراس الاخضر انا برضو بقول فرقة من الفرق مش الوحشة بس الكرة بتتطور جدا في افريقيا بالنسبة لكل الفرق فانت المكسب البدري او الضغط البدري او الجول البدري هو اللي هيسهل لك البطوله كلها من اولها لاخرها ماتش نيجيريا الماتش كان خسرت الماتش في البدايه ولخبطت معاك رحت للسيناريو تاني خالص لو انت اول مجموعه كنت هتروح للدنيا السهله الدنيا اللي هي راحت فيها فين السنغال الناحيه الثانيه فالموضوع كابتن جليل هل في مدربين ممكن تتحكم في ترتيب المجموعه يعني مثلا انا كسبت اول اجي اخر ماتش طبعا. مش عايز اطلع اول مش عايز اطلع تاني اصل هقابل المغرب في طريقي يعني انت لو طلعت اول هتقابل المغرب في طريقك ممكن في دور الثمانيه لو طلعت تاني تقابل كوت ديفوار في طريقك انت مش ملاحظ ان كابتن جوهر عملها التالت جزائر يعني لو طلعت تالت ممكن اقابل الجزائر انت في دور 96 الماتش التالت لعبت المغرب كم 98 اتغلبت من الباكورد بتاع يوسف شيبي او مصطفى حجي مصطفى حجي انت كنت عايز تخسر كنت عايز تتعادل او تخسر عشان الجول الوحيد اللي دخل فينا في البطوله فسبحان الله وجه في اخر دقيقه بس انا كنت عارف او حاجه انت كنت عايز تتعادل ما كنتش عايز تتغلب بس كنت عايز بس ما تكسبش عشان ما تطلعش اول يا تاني حاجه كده عشان كنت هتلاعب فرقه تقيله فهي بتتحسب ساعات كده فعلا ان انت بتلعب الماتش الثالث ده على التصنيف اللي طب خلينا ناخد اراء بعض احنا طلعنا تاني ما لعبناش فرقه تقيله لعبنا كوت ديفوار بس دور بس دي السنه اللي فاتت البطوله اللي فاتت لا البطوله 98 98 كوت ديفوار وكسبنا ضربات جزاء المغرب بقول لك ايه جنوب افريقيا في البطوله ده كان جامد جدا قابلنا فاينل في الفاينل بس كابتن جوهر كان عايز يبعد عنها عشان عارف قبل مين في دور الثمانيه لما المغرب كسبتك قبل المغرب طلعتها بالظبط يعني كابتن جوهر ما كانش سهل لا ما انا بقول لك هو بص فرحهم بالفوز برافو عليك ولبسهم في جنوب افريقيا خرجهم ايوه هو ما كانش عايز يلعب جنوب افريقيا برافو عليك ايوه فالمغرب وليد بيقول لي ما هم قابلوا جنوب افريقيا برافو عليك وبعدين اقول لك احنا الفرقتين عايزين الظاهر يتعادل يعني انت ليك حسبه برضه كمدرب انا ليك حسبه لا انا ماليش حسبه لا انت تعرضت لده مع كابتن حسن او حاجه لا ما تعرضناش بس انا شايف ان هي طب خلينا ناخد الامور ماشيه احنا لو اول مجموعه يا بليغ هنقابل المغرب في طريقنا في دور الثمانيه لو تاني المجموعه هتقابل كوت ديفوار صاحبه الارض وده صعب لو تالت وان شاء الله مش هيحصل يعني هيبقى الجزائر هتقابل في دور 16 خد بالك
انت شايف ايه تميل لايه؟ بص انا اقول لك حاجه، فكره انه ولا كلهم هذا الرجل، انت راجل في رايح تنافس على البطوله، وكل الفرق اللي انت بتتكلم عنها عندها طموح، بس فكره ان انت هتقسم على هتلاعب مين طبعا بوجهه نظر مرفوض. انت راجل النهارده لازم رسالتك ان انت كابتن جوار عملها وخد البطوله ماشي، بس برضه كان لها ظروف يعني، هو ظروف انا مش عايز العب اصحاب الارض يعني. لا ما ممكن اقول ايه، الثلاث بطولات اللي خدناهم ورا بعض كنا بنطلع اول المجموعه وبنقابل كوت ديفوار والكاميرون والجزائر، كنت بتتميز مع الفرق الكبيرة. كان عارف كان حد بيجيب مع اول كبيره. انا بقول لك ايه، جه الكابتن ماجد. لا والله طب كابتن ماجد في الصوره متحركه كابتن، كل ماتش يقول لك الكاميرون يا ساتر ديوم أربعة، كنت فار ديوم أربعة في إيه؟ أنت بتفرض نفسك كأول المجموعة بتخلق نفسك. طب أنت تفضل إيه؟ يعني أنت كبليغ لما أول المجموعة طبعا إحنا عندنا أختي. لا سيبك من أول مجموعة، لا ما يفرقش معايا مين الطرف التاني. اسمعني بس فهمت، ما هو التاني انا يفرق معايا ان انا طالع ان انا عامل 50% من الاول هيبه لنفسك. هيبه لنفسك ايا كان انت، لو انت بتخير بين ثلاث منافسين دلوقتي، قدامك المغرب ما بعد الدور الاول، قدامك الجزائر، قدامك كوت ديفوار على ملعبه، انت رايك لو بتخير سيبك من على مستواهم دلوقتي وعلى في البطوله لسه اللي ما شفناش مستوى. لا احنا بنتكلم على تقييمنا دلوقتي، احنا شايفين دلوقتي انت تختار ايه في الثلاثه؟ اختار الجزائر، شايف افضل لنا. كابتن عيد، المغرب، جزائر، كوت ديفوار. انا ابعد عن كوت ديفوار بس ده لازم عشان الارض بتفرق جدا، والفرق نفسها يعني كوت ديفوار ارض وفرقتهم وارضها محترمه مش سهل، فممكن بقى تلعب ان انت تروح الجزائر او المغرب اهون شويه. يعني احنا لو قابلنا اول هنقابل المغرب، لو طلعنا اول عادي في دور الثمانيه يبقى المغرب هو اللي يطلع الثاني عشان يهرب مننا. معنا بنكسبه باخر والله بتبقى في الفكره استاذ بليغ، بتبقى في فكر المدرب في احيانا هو مذاكر يعني. يقول لك مثلا ايه يا بليغ، في مدرب يقول لك زي كابتن جوهري قال لك اقابل جنوب افريقيا في الفاينل، يعني ينهكوا يقابل تك تك احسن ما يقابله في دور الثمانيه وهو فايق بيخرج وجهه نظر ونجحت. ما انا الكابتن يعني سوى الكابتن احمد عيد يا عم دول جامايكا دول، انا بقول لك على الفريق اللي كان معاه ولاعب مين، وبعدين كان تحظك بتجمع فرق الصعبه وكنت برضك بتكسبهم ومتعدي. استاذ بليغ ده كان بيكسبه كوت ديفوار بدروج باربعه، احمد ده على رجلها تنور، وعلى احمد فتحي يشوط تدخل، عمرو زكي يشوط تدخل. هي 2006 مشيت بالتدريج، الكونغو دور الثمانيه وبعدين السنغال وبعدين كوت ديفوار في النهائي. لا انت كسبت 2008 بقى، دي اللي كانت البطوله احسن كوره اتقدمت. انت كنت فرقه احسن كوره اتقدمت، خدت 7 بونت والماتش والبطوله اللي قبلها خدت 7 بونت. 2008 بادئين ايه؟ ابو تريكه على الدك واحمد حسن موقوف، كان موقوف، كان مطرود وموقوف ماتشين، والكابتن كان واقف قاموا منقنقين مع الكاميرون الاربعه، وبعدين السودان ثلاثه وتعادلنا مع انجولا حسني ده واحد واحد. حط البين واتعاد وحطه ثاني، وده يعني هو في الكاميرا. ايوه في الكاميرا. طب مش هنقيس على الجيل ده. لا ما هو ان شاء الله تعادلنا مع زامبيا، خد بالك ما هو احنا بنروح مع زامبيا، كسبنا انجولا في 8 محمد، احنا بنروح مع زامبيا الجيل ده هو اللي عيد جيل امجاد الجيل 2010. صح يا استاذ بليغ، انا حاسس بكده، انا بقول لك في 16 15 لعيب لا كويسين يعني، اي حد يلعب فيهم زي الجيل بتاع يعني. انت من مدرسه بليغ وعيد لو ما تبصش للمنافس، انت امشي زي القطر، خلي المنافس هو اللي يقعد يدور عليك. انت الجيل ده ولا الاوقات؟ لا لا لازم ابص انا هلاعب مين. لا كابتن لازم يا محمد انت بص في الشارع المره دي، تلقى الناس يعني حتى البطوله اللي فاتت ممكن مصر رايحه الناس كانت مختلفه على كروش واسلوب لعبه، يقول لك لا احنا كنا رايحين مش هنوصل فاينل، عنيد وما فيش ودماغ والناس كانت، لا الناس كانت برضك يعني بتقول لك لا ده راجل عنيد ودماغه ومش عارف ايه، لكن طموحاتنا عليت بالتدريج. لكن رغم انه الناس دلوقتي اتكلمت على كروش يعني قدرتهم يمكن بعد ما مشي، لكن المره دي الناس رايحه وعندها حاله تفاؤل غير عاديه في السينما، ان احنا نقدر مايكات مفتوح بنتكلم على غانا، بيقول احنا نسينا، بقول له غانا معانا في المجموعه فرقه لا يستهان بيها. ما انت لازم انت ليه ما عشان كده انت الراجل، ما هو عشان الكلام منطقي ادي الكلام ما ينفعش يفرط في موزمبيق ومش مش في مش في النتيجه كمان، بس لما ما يفرطش في اداء يبعت بيه رساله لغانا. طب ما تيجي نتوقع النتيجه بتاعت موزمبيق كابتن احمد عيد. 3-0 نعم ان شاء الله، والنتيجه مش بعيده يعني، دي نتيجه منطقيه لفرق المستوى. محمد صلاح جولين كمان، محمد صلاح جولين. دقيقه كام بقى يا كابتن؟ دقيقه كام؟ لسه كنت بقابل كابتن حسام حسن وبقول له كنا بنتكلم على ايه الحلقه اللي فاتت، بيقرب لك. قابلته من يومين وقلت له، قال لك ايه؟ قصد ضحك هيقول ايه؟ حسام تاريخ طبعا، تاريخ حسام تتضرب ارقام وتتضربش طبعا، والله كده حسام حسن يعني اسطوره بصراحه يعني.
فيرون الفراند لو من التمانينات لاعب من التمانينات يعني كابتن حسن شحاته ليه ارقام؟ لسه بيتكلم جوه بس هل حسن شحاته لعيب متكامل لسه بحكي له لا بيتكلم جوه انا بتكلم غير متكامل اكتر لعيب متكامل بس اسطوره اسطوره طبعا انت بتحط في لعيبه كده بتصنف بعيد على الارقام ممكن حسام حسن تضرب طب احمد حسن بقى عميد على حسام حسن احمد حسن برضه احمد حسن اسطوره طبعا سهل لا اسطوره طبعا ما اقصدش بس هل ده بيقلل من حسام حسن الاسطوره؟ لا او لما صلاح يضرب ارقام الخطيب هيقلل من الخطيب الاسطوره او حسن شحاته ملوش ارقام في افريقيا هل يبقى مش اسطوره؟ في ثوابت بصراحه ابو تريكه وكل واحد ليه طعمه كابتن في طريقته يعني في ثوابت في الكوره يعني في اساطير كده ثوابت بصراحه ما فيهاش هزار يعني انما انت بتقول 3-0 3-0 ان شاء الله كابتن عبد الجليل لا التاريخ جوز على طول يعني احنا انا مكسب مطبق 2 دايما 2-2 86-2 وانتوا كسبتهم 2-0 و 98 2 برضه حسام حسن كان جاب الجولين فاكر الجول اللي بدماغه من تحت ده و 86 طاهر اللي جاب الجولين بقول لك ايه حسام حسن جاب في موزمبيق جولين منهم جول بتاع حازم امام بصراحه فاكره؟ بسقف المام اللوب اللي عمله 10 جده وحد تاني فاكر جول حازم امام في 98 هو اللي هجيبه حازم عمل اللوب كده لا طلعها بدماغه مصاري بس في العرض حسام ليها والتاني حسام نزل تحت بصراحه بدماغه كده من فوق الجول حسام جاب شويه جوان في 98 بس احلى جول فيهم كلهم اللي حازم جري وعملها له بكعبه وهو حطها اللي هو مين؟ حازم جري عملها وقفها له بكعبه وحسام حطها بشماله في الجول والله وحازم بيجري وانا بتفرج بقول يا رب يفكر يحطها بس يوقفها لحسام بكعب رجله بس البطوله دي كان فيها جمل كتير الكابتن جوهر عاملها بين حازم وعبد الستار واحمد حسن على الطرفين بالذات فاولات كمان والفاولات كان في جمل بصراحه وتحركات حسام حسن وياسر رضوان وعماره وياسر محمد يوسف كان محمد يوسف الباك ليفت اعتقد كان لا محمد عماره الباك ليفت خد بالك ان احنا 98 محمد عماره باك ليفت وياسر رضوان باك رايت ياسر رضوان الاثنين اللي راح شاهد شيب اول مره لعبه كان نص ملعب نص ملعب وده مين بقى اللي كان بيلعب في نص الملعب ولعب ماتشات كابتن اسامه نبيه صح لعب في البطوله دي كابتن سامي الشيشين 98 اسامه الشيشين لعب وكابتن اسامه نبيه لعب وطبعا متعب عبد الهادي كان سيرديباك كان سيرديباك اتوقف في ماتش كوت ديفوار كان موقوف ما كانش بيلعب وكان نادر السيد انا فاكر وهو نازل بيحتفل مع الفرقه بالشورت كان قبل النهائي بس كان حالي ضربات مدحت الشقاب بس السردباكات برضو الكبار قوي في الكوره كان مدحت ما شاء الله الجوهر نايم الناس كلها كابتن قال لا ده احنا رايحين نطلع العاشر على الله وغلابه سياسه برضه بس هو كان عامل نيو لوك في الفرقه يعني هو كان معتمد على الصغيرين حازم امام واحمد حسن وكان مجدد الفرقه وسطر صبري وياسر رضوان وكان مجدد كان بيعمل حاجات ما كانش حد بتاع دلوقتي حتى هنوصل دور ال كان بيعمل حاجات بتاع دلوقتي الحاجات اللي هي بيلعب في ظهر الباك ويوصل لحد الست ارضه ويعمل الباك باس اللي بيعملها جوارديولا جوارديولا في العالم هو اللي معلم الناس كده اللعب في العمق والهاف يروح يستلم في ظهر الباك ويروح لافف وعاملها عبد الستار عملها مره وحازم عملها مره وياسر رضوان عملها مره احنا تقريبا معظم اجوالنا كانت كده يا كرات ثابته من كرات ثابته زي كنت طارق مصطفى زي شوطه احمد حازم ما كانتش ثابته لكنها كانت متحركه بس كانت شوطه يعني يا جمل كده طب 3-0 2-0 خلينا بقى مع نتيجه التفاؤل 2 وانا معاكم نكمل التفاؤل بقى وانا معاكم 2-0 ان شاء الله باذن الله نتوج بالفوز في اول مباراه عايز اسالكم بعض الحاجات كده سريعا قبل ما نختم كان في تصريح لحمزه المسلوسي ونبيل عماد دونج عن اوسوريو تمام صراحة خطير وعارف المؤامره الايجابيه عارف بتتامر على مدرب ما عندكش حل تاني وبيقول لك ان احنا كنا هنخرج بفضيحه في ماتش ارتا سولار خسرانين 1 وراجل مصر يلعب بطريقته خدنا شيكابالا وخدنا الونش مان الونش كان بين الشوطين نزل لهم وراحوا للفرقه قعدوا معاهم يلعبوا 4-3 وسيبك من الراجل بقى العب بطريقتك وجابوا 4 اجوال حتى الراجل ما رضيش يروح معاهم للجمهور قال لهم انتوا ده ماتشوكو انا مش لهم ده ماتشوكو وكان متضايق وبتاع فين بقى اللي كنا قاعدين نشرب اوسوريو اوسوريو اعظم المدرب لا مين اللي قال اعظم المدرب؟ اللي جابوه مش اللي جابوه لا لا انا قلت ان كلنا اختلفنا طلعونا كلنا كارهين للزمالك وان ده العظيم
مش كده؟ احنا كلنا اختلفنا في السؤال ده. انا كنت بقول لا، هو خد فرصته بزياده وكان لازم الزمالك يدور على مدير فني قبل ما قبل الماتش ده اصلا، يعني قبل الماتش دوت. ده الكلام ده معناه انه كان في كارثه، مش بس مجرد حتى مدرب ما عملش نتيجه. لا مش مقتنع بيه. دي كانت ده كان بيعمل كوارث اهو، اللعيبه بتقول كده. لا هو اسلوب اللعب اللعيبه مش قادره تشربه ومش قادره تحفظه، وكمان نفس الوقت الامكانيات بتاعت اللعيبه مش عارفه تعمل الحاجات دي. فانت مقصر. يا كابتن ده حمزه المسلوسي بيقول لك انا عنيد جدا لدرجه نقول ده بيقول لك اسود. يعني حتى هو في التعامل الناس بتغيرات باستبعاد لعيبه من ماتشات كل مؤثره لعيبه طلعت بره تغيرات الواحد يشد في شعره. انت كويس اطلع انت وحش كمل. ده عمل تغييره للتاريخ في ماتش النصر بتاعت الجزيري. الجزيري كان بيلعب النصر السعودي لوحده وكان راكب الماتش والتعادل وهتروح وتجيب تاني، كان الجزيري هيجيب لك جول. طيب الحاجه الثانيه، المسلوسي اعترف اعتراف قال لك الناس بتتكلم على التاجيل ماتشات الاهلي، ده التاجيل ده في صالحنا بطولتين دوري على بعض عشان في تابوهات بتتحصل، الاتحاد الكوره بيجامل الاهلي والاهلي بيجي يلعب ويكسب الدوري وبتاجله والزمالك ما بتاجلوش. المسلوسي قال تصريح خطير جدا، قال لك احنا لعبنا ماتشاتنا ان الاهلي حصل عليه ضغط ما لعبش كورته خالص في المرتين من المؤجلات اللي لعبها النادي الاهلي وكانت نقطه سلبيه. بتضحك ليه؟ اللي هو انا اللي بقول لا ما هو ده شاهد ما هي كده كده يعني كده كده المنظومه أنا مالي. المنظومه على طول بتفكر في وحش، هتفكر في دي حلو. ده المسلوس اللي بيقول اهو يعني هو اتكلم على الاتحاد والناس اللي بتاجل وبتقوم على طول تفكيرهم وحش في الحاجات ديت. وحش ليه؟ ايوه هو يعني مفيش في مسابقه في العالم يا سيدي ماشي. ايوه ماشي، ما هو التاجيل اضطراري يعني ماشي. بس ليه يا احمد؟ ما احنا يعني اقصد اقول التاجيل ما كانش ما جاش في صالح الاهلي. الناس بتتكلم ان التاجيل بيتجامل بيه الاهلي مش في صالح الاهلي. المسلوس بيقول لك ايوه ماشي، البطولتين اللي خدناهم لا مش طول عمرهم، هو الاهلي كان بيلعب في البطولات. اي فرقه عمر ما التاجيل في صالح حد سبع ماتشات ورا بعض خطر على الفرقه فتلعب كل 72 ساعه. ايوه ما هو ده وحش وبيبقى الناس مش فاهمه كده. طبعا صح، كانتوا قاعدين تقولوا اتحاد مش احنا ما لا احنا ما قلناش حاجه. ده انا بتكلم على هو الحاج عامر غلط على بعض الاصوات ما كلمش عليه. الحاج عامر غلط مش هيأجل تاني بعد تصريح المسلوسي. التأجيل ده ممكن المسلوسي كان بيرميها له عشان ما يأجلش تاني. صح بليك كده حاج عامر هيأجل تاني. هو انت الاهلي زي ما قلت الكابتن عبد الجليل في اشتراكه في بطولات كتير، لكن انا برضو مش منطقي التصريح ده بالنسبه لي. يعني انا هو المسلوسي هو لعيب بقى وحياتي ماشي. طب هو احنا خلاص يعني ما احنا بنقولش راينا. لا هو لعيب صح. هو خلي بالك هو كلامه هو بيتكلم يتكلم يا كابتن يتكلم على فرقته كلاعب زيك. هو بيتكلم هو بحال وجهه نظر الاهلي وانه الاهلي كان الاهلي مضغوط، وما بتكلمش عن حاجه في الزمالك عشان اقول رايه صح عايش الفريق. هو لا بيحلل وجهه النظر الثانيه ليه الاهلي ما كانش بيكسب. يا الاهلي كان مضغوط، هو ما بيتكلمش عن فريقه عشان انا اقول لك هو لاعب. هو بيتكلم على وجهه كل نظر كل 3 ايام ماتش وعنده 10 ماتشات ماشي، والزمالك فاضل له 3 مثلا. ما هو بيحلل وجهه الزمالك كسب كل ده فهو هيجي ضغط 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 مش شيء طبيعي. بس الاهلي ما هو الاهلي متعود على ضغط المباراه هو الموسمين دول. لا الاهلي كان وحش ايا كان، حتى بسبب التاجيلات دي الاهلي كان وحش. ما خد افريقيا والزمالك ماشي، بس ما كانش الاهلي في قمه مستواه في الدوري. الزمالك بصراحه كان افضل في الموسمين دول. لانه على فكره ماليش دعوه بص على لعيبه الزمالك. ما انت برضك بس يا كابتن عشان يبقى انصاف عاتب مسلوسي. لا 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 عشان يبقى انصاف، الزمالك كان الجيل اللي خدوا البطولات ده كان لعيبه لن تتكرر في الزمالك. اللي هو جيل ايه؟ جيل في الزمالك اللي خدوا بن شرقي وساسي كان بن شرقي وساسي وطارق وامام عاشور يا جماعه انتوا بتهزروا. مصطفى محمد مش هتقول عشان كان الاهلي ماتشاته مش الاولانيه، الثانيه يا كابتن اللي كسب بن شرقي ده فرجاني ما خدش الاولانيه. لحظه ده فرجاني مشي في مايو امام كمل الاولانيه بتاعت كارتيرو. الاولانيه خدنا ده الثانيه اللي ظهر فيها نيمار وظهر فيها محمد طارق. ما هو الزمالك كان لا طب ما هو الثانيه هقول لك مين كان معاك، زيزو وبن شرقي وامام عاشور وكان طارق حامد عنده مشاكل. زيزو بن شرقي وامام عاشور وطارق حامد خناقه وابو جبل والونش وفتوح لا الفريق وحمزه المسلوسي كان موجوده برضه. لا كان في تراجع عموما بس عشان الزمالك كان ده يا سيدي. الراجل قال كلمه حق متضايق ليه يا فندم؟ هو بيتكلم على الاهلي. هو محلل لو حاجه بيقول لك احنا استغلينا. طب اسمع بس ان الماتشات الاهلي استغلها في ايه؟ هو بيستغلها ده هو اللي في الملعب مش انت ولا انا. ماشي الاهلي كنتائج. طب لازم اختم احنا 58 يا استاذ بليغ. بس قبل ما اختم هقول حاجه عشان الناس تعرف المعاناه على هواك دي بتقال بطولتين بتاعك الفرقه كانت وحشه بيهم يا عم. ده المسلوسي لا انا مش كده. لا ملهاش على هواك مش على هواك، بس في تابوهات اقصد احنا بنقعد نمشي وراها يا كابتن. تاجيل والاهلي لا في حاجات بتبقى فيها في نادي يستغل في مدرب يستغل الموقف. ماشي يا كابتن احمد. طب خليني اقول بس الكابتن مدحت عبد الهادي كان ليه تصريحات مهمه عشان تبين لك الفرق برضه قد ايه الاداره دي واخده تركه صعبه. يعني بقول لك انا قبل كده كنا جمعنا 50,000 جنيه عشان نساعد لعيب في نادي الزمالك عنده ازمه شخصيه وعلى اقساط. 50,000 جنيه
يعني كانت المستحقات اللي هي ما تاخدهاش لدرجه ان اللعيب عليه قسط وهيتحبس عشان 50,000 جنيه. لا انا ما بحبش يا كابتن. لحظه بس عشان بس لا لا عشان استفهم برضو قد ايه الاداره دي لما جت شايله هموم عامله ازاي. معلش عشان بس الكلام يبقى واضح. عشان تعرف ان وقال لك ان انت دخلت الفجر كان سوري هيطرد بالفندق ما بتدفعلوش الفلوس. ما ده برضو كلام ما يصحش في نادي بحجم الزمالك يعني. يعني النهارده الناس تتكلم على الاداره وتتكلم على الحاجات. مش معنى ما طلعش تتكلم كده زمالك يا كابتن. لا خلاص انترفيو بتعمل معاه وبيجاوب يعني على حاجات بيقول لك كان في معاناه. انترفيو ايام لا يعني كان في يعني برضه عشان الناس تعرف انه كان في ظروف صعبه جدا ودلوقتي اداره نادي الزمالك شايله تركه ثقيله يعني عشان بس الناس تبقى فاهمه ان في تركه ثقيله. اختلف بقى واتفق مع الاداره فتوح يمشوه يقعدوه اختلف في كل الكلام بس في تركه ثقيله شايله هذا المجلس. كابتن احمد عيد ان شاء الله الحد نهني بعض كلنا ان شاء الله باذن الله. كابتن عبد الجليل نهني بعض الحد ان شاء الله. كابتن استاذ بريخ نهني بعض الحد ان شاء الله. استاذ محمد وانا معاك اهو في 2-0. آه. اول مره اتفق معاك في سنتين ونص ان شاء الله على طول يا استاذ محمد متفقين. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. ان شاء الله يوم الاحد نفرح كلنا. اول مباراه لينا هتكون الاحد الساعه 7 مساء مع منتخب موزمبيق. نقدم مباراه كويسه باذن الله. كلنا هنلتف حوالين شاشات التلفزيون نتابع هذه المباراه بالليل 11 مساء. احنا بكره وبعده اجازه لحد 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. صباح على خير الى اللقاء يعني.